مشاهدينا اهلا بكم الى فقره ضيف التحرير. في هذه الفقره نتطرق الى الحمله العالميه المتعلقه بالغاء براءات الاختراع للقاحات كورونا، حيث اعلن قاده عده دول من بينها روسيا، فرنسا والمانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي انهم على استعداد لمناقشه مقترح طرحه الرئيس الامريكي جو بايدن بخصوص الغاء براءات الاختراع لكل اللقاحات المضاده لكوفيد 19. وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذا القرار التاريخي، لكن شركات الأدوية الكبرى ترفض بشكل عام وإلى حد الآن تعليق براءات الاختراع الخاصة بها بحجة أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث مكثفة. لمزيد حول هذا الموضوع معنا من العرائش طيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية. أستاذ حمضي أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. بداية، حينما نقول براءة اختراع للقاح ما، ماذا يعني ذلك قانونيا؟ نعرف أنه من الناحية القانونية واحد المختبر كيجري عدة سنوات، يعني يمكن أكثر من عقد الزمن باش يلقى واحد العلاج، عنده مصاريف كثيرة جدا. الخبراء كيقدروا على أنه باش كيتلقى دواء واحد المصاريف ديالو 900 مليون ديال الدولار، وباش كيتلقى لقاح واحد المصاريف ديالو في العموم في المعدل هي مليار ديال الدولار. اذا المختبرات باش يمكن لها تقلب وتبحث كيكون عندها واحد الحمايه، هاد براءه الاختراع عندها الحق، هذاك الدواء اللي لقاته هي عندها 20 سنه ديال الحمايه، بمعنى 20 سنه هي اللي بوحدها اللي كتنتجو وهي اللي كتحدد الثمن ديالو. من بعد 20 سنه عموما ما كيبقاش عندها هاد الحمايه، واي مختبر في العالم كيمكن له يعالجو. ولكن خصنا نفرقوا ان في 20 سنه ماشي كلها كيستافدوا من هاد براءات الاختراع، لانه عموما المختبرات يلاه كتبدا كتلقى الدواء قبل الفحوصات السريريه او التجارب السريريه كتسجلوا. في العموم تقريبا يعني كتستافد فعليا ما بين 7 و 12 سنه من براءه الاختراع. من بعد هاد السنوات هذه ملي ما كيبقاش براءه الاختراع، اي مختبر في العالم كيمكن ينتجو وما كتبقاش تربح فيه المختبر الاسري، ما كيبقاش عنده ذاك الربح ديال براءه ديال الاختراع. طيب الغاء براءات الاختراع هل يعني ذلك الغاء حقوق براءات الاختراع، وبالتالي تمكن دول مختلفه من انتاج اللقاح مثل ما يسمى بالادويه الجنيسه؟ هذا هو الهدف ديال الغاء براءات الاختراع. هادشي شفناه في الادويه ديال السيده مثلا اللي في التسعينات كانت واحد الادويه غاليه وما كانتش كتستطع الدول العالم تالي توصل لها لان كانت غاليه وهي عندها فعاليه كبيره بزاف وتم الالغاء ديالها. اليوم كاين واحد المعركه من اجل الغاء هاد براءات الاختراع ديال هاد اللقاحات. علاش؟ لان اليوم في العالم اولا العدد ديال اللقاحات المنتوجه هي قليله، الشيء اللي غادي يخلي العالم يمكن ما يوصلش للتلقيح البشريه كلها حتى النهايه ديال 2022 او بدايه 2023. اذا نحن في حاجه الى توسيع الانتاج. الشيء الثاني كاين دول اللي ما كتقدرش توصل لهذه اللقاحات. الحاجه الثالثه هو كنلاحظوا باللي اليوم عالميا افريقيا فيها 17% مثلا ديال سكان العالم، بينما اليوم الناس اللي ملقحين في العالم افريقيا الناس ديال افريقيا يلا كيشكلوا 2% لانه ما كاينش واحد العداله في توزيع اللقاح. ولهذا كاين هذا المطلب ديال رفع ديال براءه الاختراع باش يمكن جميع الدول اللي عندها الصناعه الدوائيه كيمكن لها تنتجو بدون ما تكون كتخلص شي حقوق لهذاك المختبر الاصلي. وهذا الشيء هذا يعني عنده طبعا كاين الناس اللي كيدافعوا عليه، كاين الناس اللي كيرفضوا، وكل واحد عنده الاسباب ديالو. بالنسبه للمختبرات الاسباب ديالها واضحه هي الارباح الماليه. الا شفنا مثلا فايزر اليوم فقط بسبب اللقاح ديالها ديال كوفيد 19 غادي تحقق في سنه دابا في 3 شهور الاولى حققت 3.5 مليار ديال الارباح، وهو اللي كيساوي الارباح ديالها ديال عاده في السنه كلها. وفي 2021 غادي تحقق 26 مليار دولار ديال الارباح، يعني تقريبا واحد 8 المرات الارباح ديالها السنويه. مودرنا غادي تحقق 18 مليار، علما ان هاد المختبرات لقاو هاد اللقاحات بالدعم من طرف الدول ومن طرف بعض المنظمات الانسانيه وبعض القطاع الخاص اللي دعموهم باش لقاو الحل للجائحه. بالتالي هذوك الفلوس اللي تعطاو لهم الدول كتقول بلي خص يتخلوا على براءه الاختراع ديالهم، ما يمكن لهمش يراكموا الفلوس ديال الحكومات وفي نفس الوقت يراكموا الارباح بهذا الشكل الكبير هذا. طيب الرئيس الامريكي جو بايدن هو
من طرح هذه الفكرة، فكرة إلغاء براءات الاختراع لكل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في نظرك ما السياق الذي يأتي فيه هذا القرار؟ نذكروا بأنه في أكتوبر، ديجا في أكتوبر 2020، الهند وجنوب إفريقيا طرحوا أمام المنظمة العالمية للتجارة OMC طرحوا المقترح ديال رفع براءة الاختراع، وتم المعارضة ديالو من طرف الدول الكبرى، الاتحاد الأوروبي ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، ومن طرف مختبرات. اليوم البارح الإدارة الأمريكية الممثلة، السفيرة ديال الإدارة الأمريكية ديال الأمريكان في منظمة التجارة العالمية، كتبات وعلنات في تويت على أنه الإدارة الأمريكية مستعدة باش تمشي في هذا الاتجاه. الاتحاد الأوروبي اليوم حتى هو تبع الخطوة ديالو وقال حتى هو مستعد لمناقشات هذه الفكرة. هذه الفكرة هذه أولا كاين أسباب اللي هي بين ناحية ديال الوباء. اليوم الوباء عالمي، حنا كنشوفوا الوضعية اللي كاينة في الهند، كنشوفوا كذلك باكستان للأسف حتى هي الوباء كي عندها كيشكل واحد الخطر شويه بشويه، ويمكن في الاسابيع المقبله يكون خطر كبير بحال الهند او ما يشبه ذلك. اذا وحنا كنعرفوا بانه هذا الوباء الجائحه اذا ما كانش تلقيح ليها واسع وسريع، مع الاسف غادي يظهروا طفرات اخرى وما غادي يبغيش يسالي هذه الجائحه، غادي تعطل بزاف. دونك اذا كاين هذه الحاجه الاساسيه مهمه هي الاولى. الحاجه الثانيه هي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، الرئيس الاداره الامريكيه بايدن باغا تقطع مع طبعا مع النهج ديال الاداره ديال ترامب، وباغا ترجع للمنتظم الدولي بواحد الشكل تضامني وانساني اللي بدات عليه الاداره ديال بايدن. فاذا هي خدات هذه المبادره باش ترفع هذه البراءه ديال الاختراع، علما انه طبعا هذه البراءه ديال الاختراع، الرفع ديال البراءه ديال الاختراع كاين فيها يعني فيها اشياء اللي هي الناس اللي معها، كاين الناس اللي ضدها، كاين حلول وسط يمكن لنا نذكروا عليها. دول أوروبية عدة أعلنت تأييدها لهذه الخطوة وقالت إنها على استعداد لمناقشة هذا المقترح. يبدو أن هذا صدى هذه الحملة يتسع ليشمل معظم الدول والقوى الكبرى. هل يمكن القول الآن بأن إلغاء براءات اختراع لقاحات كورونا بات مسألة وقت فقط؟ أنا كنعتقد شخصيا، يعني هذا اعتقاد شخصي، على أنهم للإدارة الأمريكية مشات في الاتجاه، علما أنه جوج مختبرات الكبرى بالنسبة للكوفيد، لقاح الكوفيد موديرنا وفايزر، يعني هما من الولايات المتحدة الأمريكية، وجونسون أند جونسون كذلك الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لأسترازينيكا مشكل غير مطرح مطلقا، لأن أسترازينيكا أصلا كتبيع الفاكسين ديالها بالثمن ديالو، بالثمن التكلفة ديالو بدون تحقيق أي ربح. وأسترازينيكا دارت اتفاقات مع شركات بحال شركة سيروم انستيتيوت ديال الهند اللي عطاته التكنولوجيا باش ينتج لقاحات، ما مطروحش عندها هذا الإشكال. ملي الإدارة الأمريكية وافقات على هاد الخطوه، والاتحاد الاوروبي كذلك قال انهم مستعدين ناقش الفكره، كنظن باللي هاد القرار غادي يمشي في الاتجاه ديالو، وغادي يكون كاين ناس. خصنا نذكروا علاش كانت الدول او المختبرات كيعرضوا، الدول كيعرضوا كيقولوا اودي المختبرات الا بقيتوا كنزولوا براءه الاختراع، وهذا راه كاينه في منظمه التجاره العالميه، الا كانت شي ظروف استثنائيه بحال اللي كنعيشوا فيها، راه ما غنشجعوش البحث العلمي، ما غنشجعوش اكتشاف ديال لقاحات او ادويه جديده. كيقولوا كذلك بانه باش نقلوا التكنولوجيا ديال صنع اللقاحات راه كيتطلب عده اشهر ولا حتى لسنه او اكثر من سنه. كيقولوا كذلك على انه المشكل في العالم اليوم ماشي مشكل هو ديال لي بروفي، ولكن هو مشكل القدره على الانتاج اللي ما كاينش. الفريق اللي كيعارض هذا الاتجاه كيقول على انه اليوم كيمكن لنا الا نقلنا التكنولوجيا للدول الاخرى باش نصنع اللقاحات، كاين جوج طرق، اما الطريقه كنعطيوهم غير الرخصه يصنعوا وهما كيقلبوا على الطريقه ديالهم، غادي تطلب لنا ما بين 8 شهور حتى 12 شهر. الى هاد المختبرات عطاتهم لي بروسيدي، عطاتهم الطريقه ديالها مكتمله، كيمكن لنا في 3 شهور ننتجوا عدد كبير ديال اللقاحات في العالم. طبعا المختبرات والدول الغربيه هي كتخاف دائما انه الطرق ديالها والطرق العلميه ديالها والبحث ديالها كيخاف لي تسرب ليها روسيا للصين، وطبعا حتى هذا فيه واحد الحرب سياسيه واقتصاديه كبيره. ولكن اليوم حنا امام ضروره ديال رفع البراءه الاختراع على اللقاحات باش يمكن العالم اليوم يمكن له يتلقح، وبالخصوص ان هاد المختبرات خدات من الاموال ديال الدول ديال الشعوب، خدات تقريبا 18 مليار ديال الدولار كدعم للبحث العلمي وكدعم للوصول الى هذه اللقاحات.
طيب أنصار إلغاء براءات الاختراع يقولون إن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في حملات التطعيم ضد الفيروس، لذلك لابد من إلغاء هذه الحماية القانونية. كيف ترون ذلك وكيف ستساعد الخطوة في الحد من انتشار الجائحة؟ المختبرات هي عندها حق أنه فعلا احنا المشكل اليوم عالمي كاين في الانتاج ديال اللقاحات، يعني واخا تكون ما كاينش لاليس، واخا ما كاينش البروفي، ما كاينش براءة الاختراع، كاين مشكل باش يلقاو معامل اللي كتصنع اللقاح. ما ننساوش بان المعامل اللي كتصنع اللقاحات، المعامل اللي كيصنع اللقاح مثلا ديال الانفلونزا ديال الغريب راه مخصص لغريب، خصك تبني معامل جديده باش تبني لقاحات جديده. كل لقاح جديد كيطلب واحد المعمل جديد لانه الانتاج كيكون دوري. ولكن الدول الفقيره، دول العالم الثالث كذلك عنده الحق بانه يطالب بالالغاء ديال هذه براءه الاختراع، لانه كاين مختبرات يمكن الحجم ديالها ماشي كبير جدا، بشرط انه يتم نقل التكنولوجيا بسرعه، وكذلك ان هذه المختبرات تزود هاد الدول ديال العالم الثالث تزودها بالطريقه، يعني بالوصفه لانتاج اللقاح، لان نقل التكنولوجيا مهم، ولكن اللي مهم اكثر اذا بغينا نروحوا الوقت هي خص الوصفه ديال الانتاج ديال هاد اللقاحات حتى هي تسرع. كاين طريق ثالث وهذا ربما غادي يكون على لائحه ديال المناقشات في الايام، يعني في هذا الاسبوع الاسبوع المقبل. الطريق الثالث هو مقترح للمختبرات كتقبلوا وحتى الدول كتقبلوا، هو انه المختبرات الكبيره اللي كتنتج اللقاحات دير شراكات مع مختبرات في الدول العالم كامل، بخصوص الدول العالم الثالث، دير معها شراكه، ما تخلصش من عندها في الحقوق، ولكن يبقى البروفي ولكن بدون ما يعطيها مردود مالي، ودير شراكه ثنائيه لانتاج لقاحات في اكبر عدد ممكن من الدول مع اكبر عدد ممكن من المختبرات. وهذا هو الطريق الثالث، الا ما تمش اتفاق على رفع البراءه غادي يتم اتفاق مؤكد على الطريق الثالث هذا. طيب بالنسبه لردود الفعل، شركه بايونتيك الالمانيه تقول ان براءات اختراع اللقاحات المضاده لفيروس كورونا لا تعطل انتاج او توفير الجرعات التي طورتها بشراكه مع فايزر، كيف تقرؤون موقف هذه الشركه؟ فايزر وبيونتيك يعني عندهم واحد القدره ديال الانتاج اللي ماشي كبيره، ماشي بحال ديال استرازينيكا مثلا، ولكن في استرازينيكا دارت اتفاق مع مختبرات مثلا في الهند وعطاتها النقل التكنولوجي باش تنتج اللقاح، وتخلات على الارباح ديالها كليا. يعني وهنا خصنا نعرفوا الفرق ما بين يعني الاستراتيجيه الماليه، في الوقت اللي فايزر غادي تحقق 26 مليار دولار ديال الربح اللي هو اضعاف الربح ديالها السنوي في 2021 بفضل اللقاح ديال كوفيد، استرازينيكا بسبب الهجومات اللي كان على اللقاح ديالها خسرت الاسهم ديالها 20% في الاسواق في البورصات العالميه، فاذا هناك واحد الحرب تجاريه وراها. الاسترا فايزر وبيونتيك كينتج واحد العدد اللي هو اقل من استرازينيكا، ولكن كيعطيو ارباح اكثر، تكنولوجيا مكلفه اللي استعملوها، ولكن ماشي الى درجه الثمن اللي هو مطروح به. خصهم كيقلبوا بيونتيك وفايزر كيقلبوا على مختبرات اللي كيديروا معها شراكات، ولكن كينتجوا تحت البروفي ديال بيونتيك وبالثمن اللي كتفرضوا فايزر وبيونتيك. اللي مطلوب اليوم ماشي هو نوع الشراكه، اللي مطلوب على انه مختبر في المغرب مثلا او في مصر او في جنوب افريقيا يدير اتفاق مع بيونتيك فايزر وينتج في المغرب او لا في جنوب افريقيا او في مصر او في غيرها، ينتج اللقاحات بدون ما يؤدي واحد ديك الحقوق ديال الملكيه الفكريه لبيونتيك. ومطلوب اكثر هو انه بيونتيك تنقل التكنولوجيا ديالها وتنقل الوصفه ديالها باش يمكن لنا نقضيو على هذه الجائحه في اقرب وقت ممكن، على الاقل استثناء، غير في الظرف الاستثنائي. من بعد ملي غيولي التلقيح بشكل دوري راه غادي يرجع الحقوق ديال الملكيه. شركات الأدوية أستاذ حمدي، الشركات الأدوية الكبرى تعارض بشكل عام تعليق براءات الاختراع الخاصة بها بحجة تقول أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث مكثفة، هل يبدو موقفها مقنعا؟ هو تحليل معقول، ولكن في ظروف استثنائيه يجب ان نبحث عن حلول استثنائيه. اولا ما هو مطروح اليوم بالنسبه للرفع، بالنسبه للرفع يعني ما يبقاش البروفي، رفع براءه الاختراع
ماشي هو يترفع براءه الاختراع على اللقاحات بشكل دائم، يترفع للقاح ديال كوفيد استثناء في هذه الجائحه، هذه في هذا الوقت ديال الازمه ديال الجائحه. هذه النقطه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان المختبرات اللي كتربح راه حققت من الارباح ما يكفي لتعويض جميع الابحاث العلميه اللي قمت بها. ثلاثه هو ان هذه المختبرات استفادت من عده ملايير ديال الدولارات، يعني بمعنى ملي كنقول استفادت من ملايير الدولارات معنى النهار اللي كانت كتقلب على الفاكسان ديال كوفيد ما كانتش كتقلب على الفاكسان ديال كوفيد وهي الخساره امامها. كان عندها الدعم ديال الدول، كان عندها الدعم ديال القطاع الخاص مجانا ساعدوهم، اذا ما كانش عندها مخاطره كبيره. وثالثا كان عندهم كيقلبوا على واحد اللقاح اللي هو الربح ديالو مضمون، ماشي 100% مضمون 1000%. فاذا يعني من حيث الناحيه الماليه هذا رفع البراءه ما غادي ياثرش مطلقا على البحث العلمي ولا على الارباح اللي حققتها هاد 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 الشركه هذه في البحث على اللقاح ديال كوفيد 19. استاذ حمدي، هل من حق الشركات المنتجه للقاح المضاد لكورونا ان ترفض هذه الحمله؟ هي الدول الاعضاء في الاو ام سي في منظمه التجاره العالميه هي اللي كتقرر بالقبول ولا بالرفض، والمختبرات من بعد كتقرر واش تعطي الوصفات ديالها ولا حتى لو ما عطاتش الوصفات ديالها. حنا قلنا في البدايه على انه الى ترفعت براءه الاختراع كاين جوج طرق، اما مثلا نفرضوا في المغرب كاين مختبر اللي مستعد ينتج او جوج اللي مستعدين ينتجوا هذا اللقاح، كيوقع واحد النقل ديال التكنولوجيا للمغرب. هذه العمليه غادي تطلب ما بين 8 شهور حتى 12 شهر، عاد يمكن الا بدينا اليوم خصنا 8 شهور حتى 12 شهر عاد يمكن لينا نبداو في الانتاج ديال اللقاحات. كاين الطريقه الثانيه هي الى الشركه مثلا خدينا مثلا فايزر، الى عطات بالاضافه للنقل التكنولوجيا الى عطات الوصفه ديال الانتاج ديال اللقاح ديالها 3 شهور غتكون كافيه لبدايه انتاج اللقاحات. طبعا حنا كنتكلموا على الدول اللي عندها صناعه دوائيه، كنتكلموا على الدول اللي عندها تجربه، كنتكلموا على الدول اللي عندها البيئه. ما ننساوش بانه اللقاحات من اصعب الادويه وبانه الجوده ديال اللقاحات راه بالاضافه للامان والفعاليه ديال اللقاحات كاين الجوده، والجوده ديال اللقاحات مهمه جدا. اذا اعطيكم رقم واحد هو انه بالنسبه للمنتوجات الادويه المنتوجات كلها اللقاح 70% ديال الوقت من انتاج اللقاح والايصال ديالو 70% ديال الوقت كيكون مخصص للجوده. اذا الدول اللي عندها هذه الامكانيات وعندها الامكانيه ديال ضمان الجوده كيمكن لها تنتج هذه اللقاحات هذه بسرعه اذا تم نقل الوصفه كذلك. استاذ حمدي، هناك من رفض فكره الغاء براءات الاختراع كرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مثلا، والذي قال قبل اسابيع انه يعارض الرفع الفوري لبراءات الاختراع، لكنه اليوم يقول انه يؤيد هذه الفكره. في نظرك ما الذي استجد حتى غيرت بعض الدول من مواقفها في هذا الامر؟ اولا كاين المجيء ديال الرئيس الاداره الامريكيه الجديده الرئيس بايدن، هذا معطى مهم. والرئيس بايدن كيعرف على انه الاداره السابقه مع الاسف يعني خلقت متاعب العلاقه ديال والصوره ديال الولايات المتحده الامريكيه في العالم ككل، وهو يريد اصلاح الصوره هذه سواء في الداخل الامريكي او في الخارج الامريكي، سواء الناحيه السياسيه او الناحيه الصحيه ولا غيرها. هذا معطى مهم جدا. الحاجه الثانيه هو انه اليوم مع الوضع اللي كاين في الهند والخطوره ديال الاوضاع اللي وصلت للهند، ومع الظهور ديال المتحولات لي فاريون اللي كيبانوا جداد، والاخطر من هذا ماشي لي فاريون اللي بانوا لحد الساعه، هو انه الوضع اللي كاين في الهند ومع الاسف ربما غدا بحال اللي قلنا في باكستان وربما في افريقيا، حنا ما عارفينش. هادو دول اللي مع الاسف الى انتشر الفيروس كينتشر بسرعه وكيكون كينتشر بقوه، وكل ما انتشر الفيروس بسرعه بقوه كل ما كيكونوا دي ميوتاسيون كيكونوا يعني طفرات جديده ربما تكون اخطر. فاذا هناك واحد الوعي عالمي بانه لا يمكن للدول الكبرى والدول الغنيه لا يمكن لها ان تكون في مامن ما دام البشريه كلها في مامن، بحال اللي يعني العباره اللي كتقال لن يكون الاحد في مامن الا اذا كنا جميعا في مامن. فاذا اليوم هناك وعي بانه يجب تسريع
تلقيح عالميا وبشكل متوازي وعادل، وخصوصا ان الدول الغربيه تقريبا في شهر 17 8 غتكون وصلت للزوجيكتيف ديال الاهداف ديالها في التلقيح، ولكن غادي يبان لها بانه لن نخرج من الجائحه ولن تكون في مأمن الا بتلقيح واسع للعالم كامل. وهادو هادشي علاش يمكن بعض الدول لا بالنسبه للاداره الامريكيه ولا بالنسبه للاوروبيين باش كيغيروا الراي ديالهم. كما ذكرت على ما يبدو فإن ما يحدث في الهند من تسجيل أرقام قياسية في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا دق نقوص الخطر، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية بأن ما يحدث في الهند قد يحدث في أي بلد آخر. طيب، هناك دول كالهند وجنوب إفريقيا تطالب بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكين من تسريع الإنتاج. في نظرك ماذا ستستفيد الشركات التي لها براءات الاختراع من رفع هذه الحماية الفكرية من إنتاج لقاح مثلا كالهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ألن تتعرض لخسائر اقتصادية كبيرة؟ إذا وافقت يعني منظمة التجارة العالمية المجتمع الدولي إذا وافق على رفع براءات الاختراع، سيتم رفع براءات الاختراع في كل الدول، وجنوب إفريقيا والهند طلبوا في منظمة التجارة العالمية طلبوا برفع براءات الاختراع ماشي فقط في الهند وفي إفريقيا بل لجميع دول العالم، وتابعتهم أكثر من 100 دولة اليوم تساند هذا المقترح، بالإضافة للإدارة الأمريكية أمس واليوم الاتحاد الأوروبي. أولا نشوف شكون هي المختبرات. المختبر للأسترازينيكا مختبر اللي أصلا تخلى عن الربح ديالو من اليوم الأول. اللقاح ديال أسترازينيكا كيسوى جوج ديال دولار ونص في الثمن الواحدة. بالنسبة لفايزر وبالنسبة للموديرنا هادو اللقاحات ديالهم كيسواو 20 دولار و 30 دولار الحقنة الواحدة. هادو أصلا استفادوا بحال أكثر من غيرهم من التمويل ديال الإدارة الأمريكية، من التمويل ديال الاتحاد الأوروبي، ومن الشراء المسبق ديال المنتوج ديالهم قبل ما يوجد من طرف الدول. وهذا كيتسمى لأنه ملي كنتكلموا على التمويل العمومي للمختبرات كيكون بجوج طرق، إما كيكون مساعدة مباشرة من أجل إجراء البحث العلمي، اما كيكون عن طريق الشراء المسبق، بمعنى كتعطيه مثلا 1 مليار ديال الدولار المختبر الفايزر، كتعطيه مليار دولار باش يتعاونوا في البحث، وكتشري من عنده كميه ديال اللقاحات بشكل مسبق كتسوى 4-5-6 مليار. هذه كلها كيتسمى دعم عمومي للقاح. هذو مختبرات اليوم حقين، اليوم فايزر عندها 3.5 مليار حققت هذه الارباح في 3 شهور الاولى. في نهايه 2021 غادي تحقق 26 مليار دولار ديال الارباح بفضل اللقاح ديال اللي كتبيعوا. فاذا ديجا هي 3.5 مليار الى ربحتها في 3 شهور الاولى، من لهنا يبدا التوزيع العالمي او يترفع براءات الاختراع، غادي يكون حققت 6-7 أضعاف ديال الربح السنوي ديالها. ما عندهاش هي الخساره في الرفع، وما عندهم خساره في المبدا. الى كل مره غادي تكون شي ازمه يترفع براءات الاختراع كيخافوا لتولي عاده وتولي ما يبقاوش محافظين على المصالح ديالهم. ولكن احنا راه شفنا هذا الشيء موقع الا في الحاله ديال الدواء ديال السيدا، واليوم هو غادي مطروح بالنسبه للدواء ديال بالنسبه للقاحات ديال كوفيد 19. أستاذ حمدي، في نظرك كيف يمكن لبلد كالمغرب أن يستفيد من هذا الأمر؟ هل يعني ذلك أن المملكة ستكون قادرة على إنتاج لقاحات داخل المغرب؟ النقطة الأولى هو أن المغرب من ناحية الصناعة الدوائية عنده واحد القوة كبيرة، وعنده واحد الصناعة الدوائية وطنية كبيرة ومهمة. احنا المغرب كيصنع أدوية لراسو، كيصدر أدوية إفريقية، كيصدر أدوية أوروبا، يعني واحد العدد من الدول ديال العالم اللي المغرب كيصدر لهم أدوية ديالو. بالنسبة للأدوية البيولوجية اللي بيوميديكامون اللي هما لقاحات جزء منهم، هذه سنتين قبل كوفيد كان المغرب دار واحد الخطوة، وزارة الصحة دارت شراكة مع القطاع الخاص باش يتبنى وحدة صناعية من يعني تحت الإشراف ديال وزارة الصحة وديال القطاع الخاص كاستثمار مشترك، باش يبداو في الإنتاج ديال هاد لي بيوميديكامون والاساسا الادويه، يعني اللقاحات. جات كوفيد وبينات الاهميه ديال هذا الشيء. احنا عندنا مختبرات، عندنا جوج او ثلاثه مختبرات اللي مستعدين يعني من الان يدخلوا ودير. ملي المغرب في الصيف دار اتفاقيه مع الصين مع سينوفارم، جزء منها كان هو نقل تكنولوجيا من اجل انتاج لقاحات هنا
في المغرب. فإذا عندنا احنا صناعة دوائية في المغرب اللي مستعدة الى ترفع البراءه ديال الاختراع، مستعده باش تدخل في هذه التجربه هذه وباش تنتج هذه اللقاحات في المده اللي هي ديال 8 شهور او 12 شهر الى تم نقل التكنولوجيا، والى تعطات الوصفه الكامله كيمكن لها المختبر ديالنا كذلك هي في الظرف الاشهر القليله المقبله كيمكن لها تكون واجده باش تنتج هذه اللقاحات. طبعا القدره ديالها ما غتكونش بالمليار، غتكون القدره محدودة، ولكن غتكون قدرة كافية اللي بالنسبة للمغرب الاحتياجات ديالو أو الاحتياجات ديال الدول الإفريقية اللي مازال ما لقحاتش ومازال ما وصلتهاش تلقح بدرجة كبيرة. أستاذ طيب حمدي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام فقرة ضيف التحرير، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.